معايا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، الكابتن الكبير واحد من الأشخاص المحترمين جدا يعني جدا. كابتن محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كريم، وتحياتي ليك وتحياتي لطاقم العمل. أنا الشرف ليا أن أكون معاك، ووحشني جدا ودايما متألق. دايما وحشني ودايما متألق ودايما مبدع، وكان عندك مسؤولية كبيرة في المباراة الأخيرة أمام نادي الزمالك. يعني الحمد لله فضل عند ربنا، مسؤوليه كبيره ومش انا لوحدي، الجهاز كله طبعا. وجود الكابتن علي كان موجود معانا دلوقتي يعني، فالحمد لله وربنا كفانا بمكسب كبير على نادي كبير النهارده، نادي الزمالك. ومبروك لنادي المصري وجمهوره واللعيبه والاداره. الحمد لله مكسب مهم على فرقه كبيره. المباراه دي صعوبتها ان الزمالك فعلا كان بدا يفوق وفايق جدا، كابتن معتمد جمال عامل سلسله انتصارات متتاليه، 5 انتصارات، فانت داخل تلعب مع الزمالك وهو فايق. يعني في فتره كان الزمالك فيها مش فايق، فكان بعض المنافسين يقول لك ايه انا كويس العب مع الزمالك دلوقتي، لكن انت بتلعب مع الزمالك وهو فايق وقدرت تكسب المباراه بهدف دون رد. يعني زي ما انت بتقول احنا درسنا الفرقه كويس قوي، ووجود الكابتن علي قبل ما يسافر المغرب كان موجود معانا، واتفرجنا على الزمالك كويس قوي، وقدرنا نتمرن على قفل مفاتيح لعبه نادي الزمالك اللي متمثله في زيزو، وكنا حاطين شيكابالا ان هو يبدا، واوباما وسيف الدين الجزيري. الحمد لله قدرنا نقفل على مفاتيح نادي الزمالك، وقلنا نادي الزمالك جاي من انتصارات متتاليه مع الكابتن معتمد، وعندهم ثقه وعندهم دعم جمهور ودعم مجلس اداره. فلو ما قبلناش الكلام ده بالروح العاليه وبالالتزام داخل الملعب قابلنا مشكلة، لكن الحمد لله اللعيبة بصراحة أدوا مباراة عالية جدا تكتيكية، وكل واحد كان ليه دور، قدرنا نقفل فعلا على المسافة، قدرنا نستغل المساحات اللي احنا قلنا عليها بين خط الظهر. فالحمد لله مكسب مهم، وبشكر اللعيبة على الأداء ده. ويعني من خلالك كمان بقول إن برضه عدم وجود الكابتن علي ده دافع لينا كجهاز فني وكلعيبة إن احنا نحقق المكسب ده. مستر كامل ومستر موسى كانوا معانا طول الوقت على التليفونات، زي ما عارف انت ورشه عمل كانت معموله كريم خلال 48 ساعه. وشوف الطيران كمان اللي اخرت الكابتن علي دي سببت لنا يعني ثقه اكثر. فالحمد لله قدرنا في الاخر نحقق الهدف اللي احنا كنا من بعد ماتش انبي كنا عايزين نوصل، يعني من بعد ماتش انبي على طول بعد مكسب ماتش انبي في نهايه المباراه قفلنا، وبدانا التفكير في ماتش الزمالك، فقدرنا نوصل بالهدف اللي احنا كنا عايزينه بعد الماتش. فالحمد لله عن فضل كابتن عبد المصري. اهدافه ايه الموسم ده؟ يعني انت عايز توصل لحد فين الموسم ده؟ بص يا كريم، انت عارف الجهاز بتاعنا طموحنا كبير يعني. بصراحه كابتن علي زارع فينا دي، واحنا الجهاز كله كده يعني، الجهاز كله كده. الطموح لحد فين يا كابتن محمد؟ ما انا بقول لك احنا كجهاز احنا طموحنا ملوش حدود يعني. لكن الموضوع في نادي المصري نادي كبير وجمهور عظيم يعني. احنا اكتر حاجه بتسعدنا ان مجلس اداره والجمهور ده بيرجع المشوار بتاع برج العرب ده وسعيد، لكن الموضوع عايز صبر. احنا نتمنى السنه دي يبدا يعني التاقلم والانسجام من الفريق. احنا بنعمل فرقه برضه يعتبر جديده، احنا في حوالي 12 لعيب جديد. فلما وصل الانسجام ده بعد حوالي 8 9 ماتشات هتلاقي برضو افضل، وكل ما عدد المباريات بيزيد هتلاقي فرقه المصري افضل. احنا نتمنى ان شاء الله نكون في المربع ونحقق، يعني احنا كجهاز بصراحه ومجلس اداره نفسنا نحقق بطوله للجمهور ده، لكن كل حاجه بالصبر مش بالتصرف. صح. طب كابتن محمد اتفضل. كابتن محمد اسالك على مروان حمدي، الموضوع اتقفل خلاص نهائيا ولا لسه في كلام فيه؟ بص يا كريم، موضوع مروان لعيب كويس، لكن الموضوع في مع الكابتن علي ومع اداره النادي يعني. فاهم موضوع مروان مع خصوصا الملف ده مع الكابتن علي ومع اداره النادي يعني. هو بيتدرب مع الفريق دلوقتي ولا ما بيتدربش؟ احنا كنا اجازه، فبرضه المفروض ان في قرار بعد ما خلص الاجازه ايه اللي هيحصل يعني. صحيح. كابتن محمد عبد الكريم مدرب عام المصري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، واحد من الناس المحترمين جدا جدا يعني.